والدرس الثاني عشر بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد ينبغي أن أعتذر عن الغياب المفاجئ عن الدرس الأسبوع الماضي، والحقيقة أن سفرا مفاجئا داهمني ولم أجد بدا منه، ولقد حاولت إلى آخر فترة ممكنة أن أصرف النظر عن ذلك، لكن لم يكن من السفر بد. فترتب على ذلك غياب درس. أما الدرس الثاني فقد كان المتوقع أن أتمكن من حضوره، لكنني وصلت إلى البلد متأخرا، وصلت بعد فوات الأوان، فأرجو المعذرة. والله عز وجل يقول: هو الذي يسيركم في البر والبحر. الأمر ليس بيد الإنسان في هذه القضايا ولا في غيرها. نعم، إلى الحديث السادس من باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وهو الحديث الذي يرويه معاذ رضي الله عنه. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خفت يمشي الحال، خفت. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. علمنا في درسنا الأخير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أوفد كلا من معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن، كل منهما أرسل إلى جهة، ووصاهما رسول الله وصية مفصلة. قال لهما في هذه الوصية: بسرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا أي تعاونا. ثم اتجه إلى سيدنا معاذ بهذه الوصية فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أي لا تكلفهم بشيء غير هذا في باب الأمر، فإنهم أطاعوا لذلك، خضعوا لهذه الحقيقة وآمنوا بالله سبحانه وتعالى، فذكرهم بالصلاة وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا من خلال هذه الوصية التبرد في بث الهداية في قلوب الناس، والتدرج في إخراجهم من التحلل إلى الالتزام، وهذا مظهر من
الحكمة التي أمر الله عز وجل بها الدعاء. وقلنا أيضا هذا كله شيء ذكرناه. قلنا أيضا هذا لا يعني أن يغير الإنسان من حكم الله عز وجل بعد الاستقرار. فليس معنى ما يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام التلاعب بالأحكام، يعني أن نجعل الحرام حلالا رفقا بالناس وتيسيرا لهم، هذا لا علاقة له بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما المعنى أن تقدم الإسلام شريحة أخرى شريحة، تقدم الشريحة الأولى وتسكت عن الشرائح الأخرى، لا تأمر ولا تنهى حتى لا تخرج نفسك فتغير شيئا من أحكام الله، ولا تخرج من تهديه وتحاوره. وطبعا هذا شيء، وأن يقول مثلا الإنسان في نطاق إرشاده لإنسان متورط في الربا ومتورط في المعاملات المالية المحرمة، يقول له عليك أن تصلي، فإذا صليت وأديت صلاتك كما أمرك الله فلا حرج عليك من شيء، من أن ترتكب شيئا عن هذا من هذا كله. هذا غير جائز، من قال لا حرج لك؟ هذا الكلام يعني التلاعب بحكم الله والتغيير من أوامر الله عز وجل، ولكن بوسعك أن تصنع. لا تتحدث عن الربا والمعاملات المحرمة التي يتورط فيها، بل تحصره في أول شريحة من شرائح الالتزام بدين الله. هذا ما أوصى به رسول الله معاذا وغيره، وهذا شيء متفق مع نهج النبوة ومع الحكمة الربانية. والمهم في هذا الصدد أن لا نخلط بين حكمة مشروعة وبين تلاعب بأحكام الله عز وجل بعد أن استقرت متكاملة. ولاحظوا هذا المعنى في كلام رسول الله عندما يقول ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أي واصمت عما عدا ذلك، لا تقول سلبا ولا إيجابا، فإنهم أطاعوا لك أذعنوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأعلمهم عندئذ أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ولا تذكرهم بشيء آخر لا سلبا ولا إيجابا، حتى إذا خضعوا لهذا الأمر الثاني قضت إليه الشريحة الثالثة. وهذا أيضا شيء شرحناه وأوضحناه في درسنا الماضي الذي أريد أن أضيفه اليوم إلى هذا المعنى الذي نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى على حالة تجعله محبوبا ومتحملا ومقبولا لدى الطرف الآخر، أي لدى الذي يدعوه إلى الهداية بعد ضلال أو الإيمان بعد جحود وكفر. مطلوبا من الداعي أن يكون مقبول الكلام، وأن يكون محبوب الشخصية، وأن يكون متحملا من قبل هذه الأطراف الأخرى الذين يكلمهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وما هذه الوصية الجزئية؟ قلنا
نموذجا للمعنى الذي يهدف اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما المعنى العام فاوسع من هذا بكثير. انظروا الى قوله عليه الصلاه والسلام: انكم لن تسعوا الناس باموالكم، فسعوهم باخلاقكم. وهذا الكلام قاله رسول الله عليه الصلاه والسلام بسبب واجب الدعوه الى الله. انكم لن تسعوا الناس باموالكم، معنى هذا الكلام اي مطلوب من الناس ان يتسع للناس جميعا، مطلوب من الداعي من المسلم الذي يريد ان يحاور الناس ويعرفهم بدين الله ويدعوهم الى صراط الله ان يتسع لهم. كيف يتسع لهم؟ اي ان يدخل الى افئدتهم جميعا، ان يدخل الى افئدتهم جميعا بالحب والتقدير والقبول. السبيل المادي الى هذا ان يكون مالكا لكنز لا ينضب من المال، ينشر من هذا الكنز في جيوب الناس يمينا وشمالا بلا حساب، وعندئذ يملك قلوبهم. والشاعر يقول: احسن الى الناس تستعبد قلوبهم، هي حقيقه معروفه. ولكن من هذا الذي يملك هذا الكنز حتى يستحوذ به على قلوب الناس فينفذ من وراء ذلك بالنصيحه الى افئدتهم؟ لا يملك احد منا هذا السبيل. هذا معنى قوله: انكم لن تسعوا الناس باموالكم، لكن امامك سبيل اخر تملك، تستطيع ان تصل من ورائه الى الغايه ذاتها، وبدون ان تملك هذا الكنز او ان تنصره في جيوب الناس. ما هو هذا السبيل؟ ان تعاملهم باخلاق انسانيه ساميه، وان تتسع لهم لا بمالك ولكن بخلقه. وكأن قائلا يقول: وماذا عسى ان استفيد؟ ان وسعتهم بخلقي او لم اسعهم بخلقي، ان جذبتهم الي باخلاقي او لم اجذبهم، ما الفائده وما الهدف؟ الفائده هي ان الله عز وجل كلف كل مسلم بعد ان يعي اسلامه في حق شخصه ان يكون داعيا الى الله وان يكون معرفا بدين الله. كل منا مكلف بهذا، لكن كل منا يتحرك قدر الدائره التي يملكها ثقافه وعلما. ولكن راس مالك بعد العلم بدين الله ما هو؟ هو الحب الذي ينبغي ان يسري بينك وبين قلوب هؤلاء الناس، اللطف الذي ينبغي ان يستشعروه من كلامك واسلوبك ومعاملتك. لو انكر ان تمتلك قلوبهم بالمال لامرك الله، لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا يملك انسانا هذا السبيل، لكنك تملك الوصول الى هذا عن طريق الخلق. الخلق الانساني الذي هو الخلق الاسلامي، وليس هنالك من فرق بين الخلق الاسلامي والانساني قط. فاذا عاملت الناس باخلاق انسانيه ثانيه امتلكت السبيل الى قلوبهم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا خلقه لما استحوذ على قلوب الناس، ولولا خلقه لما دخلت كلماته في افئدتهم ولما اشربتها نفوسهم. نعم، مطلوب منا ان نكون على هذا المنوال وان نسير على هذا الاثر. فاذا علمنا ابعاد هذه الوصيه
التي يوصينا بها رسول الله. فلنسأل أيها الأخوة أنفسنا، أنحن نصطبغ بهذه الوصية النبوية؟ أنحن نمتلك هذا الأساس أو هذا المبدأ أو هذا الرأسمال الذي يجعلنا ننجح في حوارنا مع الآخرين وفي دعوتنا إياهم إلى دين الله؟ لو أن عملنا النظر لوجدنا أننا نسير في طريق مناقضة تماما لهذا الذي أوصانا به المصطفى عليه الصلاة والسلام، إلا في الحالات النادية، إلا في الحالات النادية. نحن إن عاملنا الناس بأخلاق إنسانية فاضلة فإننا نوفر هذه المعاملة للمسلمين الصالحين، للمسلمين الذين هم أفضل منهم، ومن ثم لا يحتاج أحدهم إلى أي نصيحة ولا إلى أي تذكرة. قد نكون في مستوى من الأخلاق الإنسانية السامية معهم، لكن هذا لا يكلفنا شيئا إطلاقا. أولا، لا شك أن الإنسان الفاضل الملتزم بدين الله رجلا خلوق ولطيف، فما الذي يكلفك أن تكون فظا غليظا معه؟ بطبيعة الحال ما دام أنه إنسان هذبه الإسلام ورفعه إلى مستوى اللطف في المعاملة، وضعه سيحملك على أن تكون أنت الآخر بهذا الشكل. ومن ثم فالخلق الفاضل مع هذا الإنسان لا يكلفك شدة ولا يكلفك تنازلا ولا يحملك ضيقا. الشيء الآخر، أن هذا الخلق الفاضل هو جميل لكنه لا يحقق الغاية المرجوة في هذا الحديث وإنساله. مطلوب مني أن أكون ذا خلق إنساني كامل من أجل أن أتخذ من ذلك جسرا لمحاورة هذا الإنسان ودعوته إلى الله ومحاورته ومناقشته ودعوته إلى صراط الله. هذا الإنسان مهتدي مثلي وربما هو أفضل مني، فلا داعي إلى أن تمتن على الله بأنك ذو خلق ثاني مع هؤلاء الناس. بطبيعة الحال ستكون ذا خلق إنساني كامل، لكن دعه يواجه رجلا ضالا فاسقا وبالتالي متكبرا متجبرا بفسقه ربما. كيف تكون معاملة أحدنا لهذا الإنسان؟ تجده يعامله بفظاظة الأسد، وتجده يقابله بقساوة خلق، وتجده فظا غليظ القلب عكس ما امتن الله به على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا، بل يزيد صاحبنا على هذا أنه يتكبر عليه ويشعره أنه مكلف سار بأن يعامله بهذا الشكل، فهو متكبر والتكبر على المتكبر صدق، وهو منحرف. إذا ينبغي أن أكون فظا معه لأنه منحرف، وهو إنسان فاسق إذا ينبغي أن أزدريه لسبب فسقه. هل هذا صحيح؟ طب أين أنت إذا من إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم؟ وأين أنت من هدي رسول الله العملي عندما كان يرى الغلظة من المشركين والفاسقين ولا المارقين من المشركين، فكان لا يقابلهم إلا بنقوض غلظتهم باللطف بالحب
بالرحمة باللين. ألم يكن رسول الله أحرى أن يمتلئ تكبرا وأن يرميهم بنظرات شزراء وأن يتسامى عليهم؟ رسول الله أولى مني ومن بأن يعاملهم بهذا لبعد ما بين مكانة الرسول وإشراك المشركين. نحن ما في هذه المسافة بين هذا الفاسق، ومع ذلك الرسول ما مكان الرسول. فلا أعلم أبدا مشهدا في سيرة رسول الله مع واحد من هؤلاء الداعين والمارقين والمشركين قابل أذية بمثلها، قابل سوءا بمثله، قابل فظاظة بفظاظة. لا أعلم في نطاق الدعوة أن شيئا من هذا تم إطلاقا. عندما تبدأ الحرب فللحرب قوانين، عندما يعلن رسول الله الحرب بعد أن تتحقق شروطها وموجباتها فللحرب مقتضياته طبعا. لا معنى لأن أحارب وأنا أقدم اللطف واللين في تناقض، هذا لا يكون. ولكن عندما أكون في نطاق الدعوة حوار النقاش، كيف كان رسول الله؟ ماذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لذلك الأعرابي السيد؟ السيد أولا في دينه، ثانيا في معاملته. عندما جاء ينكر رسول الله من جيبه، انتقه من جيبه وأخذ ينكره نكرا حتى أثر طرف البرد الذي كان يلبسه رسول الله في صفحة عنقه، قائلا له: أنتم يا بني عبد المطلب قوما مثل، أعطني حقي وديني الذي عليه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة معروفة ومشهورة، لكن مع الأسف نحن بحاجة إلى أن نتذكر القصص المشهورة المعروفة رغم أنها معروفة. أغلظ له سيدنا عمر القول وقال له رسول الله: يا ابن الخطاب، لقد كنت أنا وإياه أحوج إلى غير هذا، كنت أنا وإياه أحوج إلى غير هذا أن تذكره بحسن المكالمة وأن تذكرني بحسن الأداء. أين نحن من هذا الخلق؟ أين نحن من هذا الجسم الذي يفتح خير باب للحوار بيننا وبين الآخرين؟ أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تستوقفه كل من صناديد الشرك في مكة في سكة مكة قبل الهجرة فيسألونه أسئلة المستهزئ الساخر ويناقشونه مناقشة المتكبر المتحدي؟ ماذا كان يفعل رسول الله لو كان واحد منا بدله؟ إذا لاستشاط غضبا وغيظا، ولو أمكنه أن يسبب اللقمة إثر اللقمة إلى كل واحد من هؤلاء لما قصر، ولجعل ذلك منة في ميزان الله، لأن هذا في سبيل الله هكذا سيقول. لكن رسول الله كان يقف فيما بينهم وقفة الحليم الكريم الذي يسلي والذي يتسم صدره لهدئه ولسخريته ولكل ما يريده، ثم يناقشه ويحاورهم. هو يحاورهم بجد، وهم يسألونه من علي من شدة الكبر والعناد والتحدي والسخرية. أين نحن من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟
نحن في هذا الموقف لا نريد أن نقارن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس غير الملتزمين بدين الله في هذا العصر، لا، بل أنا أقارن بين موقف رسول الله وأمثالي من الملتزمين بدين الله. نعم، أنا أخلق انتصاري لنفسي بانتصاري لدين الله عز وجل، فإذا اقتضى الأمر تكفيرا كفرت، وأنا أعلم أنني في هذا التكفير أنتصر لشخصي، وإذا اقتضى الأمر أن أتفنن في أي نوع من أنواع الأذى فعلت، وأعتبر ذلك في سبيل الله، أنا أعلم أن ذلك في سبيلي أنا وليس في سبيل الله سبحانه وتعالى. عندما يكون أسلوبنا في الدعوة إلى الله سائرا على هذا المنوال، كيف تتوقع أن يفتح الله مغاليق هذه القلوب بوسيلة أناس هذه هي شاكلتهم؟ كيف؟ بل توقع، لا، توقع أن يزداد هؤلاء الناس كراهية للدين المتجسد في هؤلاء المتدينين، توقع أن يزداد هؤلاء الناس عقدا تجاه المسلمين الذين هذه النماذج للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى منه. أنا مطلوب مني أن أدعو إلى الله، وأنا لا أدعو إلا المنحرفين، فإذا كانت دعوتي للمنحرفين لن تنخر إلا عباد هذه الفظاظة، ولن تسلك إليهم إلا عبر أسوار من هذه الغلظة وسوء الخلق، يقينا أن كلامي لن يصل إلى قلوبهم، سيتمزق كلامي عبر هذه الأخلاق السيئة قبل أن يصل إلى أفئدته. شيء واضح وشيء معروف. نعم، لكن ما الحكمة من أننا لا نطبق هذه الوصية؟ نحن نطبق كثيرا من وصايا رسول الله الأخرى. نعم، نصلي ربما كثيرا، نحج، نقرأ القرآن، نتعلم دين الله، كل هذه من وصايا المصطفى، حتى إذا وصلنا إلى الأخلاق أخذلنا. ما السبب؟ السبب أن أشق ما أوصانا به رسول الله حسن الخلق، أصعب شيء هذا حسن الخلق، يتعارض مع حظ النفس، حسن الخلق يتعارض مع انتصار الإنسان لذاته، هذا شيء طبيعي. عندما يأتي إنسان يظهر اشمئزازه منه ويظهر كراهيته منه، صعب جدا أن أقابل كراهيته منه بالحب، صعب جدا أن أقابل شراسته في معاملتي، باللطف في معاملتي له، صعب. دون ذلك خلق الخطايا، وليس ذلك يسيرا إلا لمن يسره الله سبحانه وتعالى عليه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال: ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا المعنى، عن هذا المعنى يتكلم البيان الإلهي. فالإنسان في وقع صعب عليه، لكن أرأيت إلى الجهاد؟ فليس الجهاد شعارا محببا إلى كل مسلم اليوم؟ بمقدار آرائنا عن الجهاد مثل شعار مقدس باللسان طبعا، مثل شعار الجهاد. طيب، كما أنك تقدس هذا الشعار شعار الجهاد، فاجعل من سلوكك مصداقا لهذا التقديس، تقدس الجهاد بلسانك، وتجعل من واقعك وسلوكك شيئا يناقض هذا التقديس اللساني. ومن هو منطلق الجهاد؟
منطلق الجهاد ان يسيء اليك اخوك فتحسن اليك، وان تكون مصدرا بل تجسيدا لقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد، ولا يلقاها الا الذين صبروا ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم. لكن ان اردت ان تتكلم عن الجهاد هذا هو، هذا هو الجهاد. الا تريد نعم ان يتحول الانسان العدو الى رجل ودود كما يقول الله: فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد؟ الا تريد هذا؟ ارد هذا في سبيل الله ان لم تكن تريده في سبيل ذاتك. وسبيل ذلك الخلق الاسلامي، والخلق الاسلامي لا قيمه له مع انسان مثلك، دين ملتزم بدون منزل. ان ذهبت صاحب خلق اسلامي معه في الثاني سيئا وتكون انت معه ذا خلق حسن، ان يكون شريفا معك وان تكون لطيفا، أن يكون كلاً في معاملتك وأن تكون لطيفاً في معاملتك له، أن تكون مسلماً ملتزماً وأن يكون ضالاً تائهاً. في مثل هذه الحالة تظهر قيمة الخلق ويظهر معنى جهادك في سبيل الله سبحانه وتعالى. ونحن عن هذا بعيدون كل البعد. نحن المسلمون يسيء بعضهم إلى بعض، أعنى المسلمين المنتجين الظاهر، فكيف يكون المسلمين أصحاب أخلاق قابلة مع من ليسوا منتجين؟ ومما ينسب ويؤمن في هذا الصدد أن نجعل من المبشرين نموذج يذكر بضرورة الاقتداء به. أنا لا أحب أن أقول هذا الكلام، لكن مما يؤسف له ان كثيرا من الناس من امثالي يجدون انفسهم مضطرين ان يضعوا هذه المقاطع. هؤلاء المبشرون الذين يغزون افريقيا وبلاد كثيره من جنوب اسيا، كيف يصلون الى افريقيا؟ كيف ينصرون وهم ينصرون فعلا اشخاصا من المسلمين؟ باي سبيل؟ بسحر؟ بقلاسم؟ هنالك ما هو ابلغ من السحر؟ اللطف. يجعلون من انفسهم ارضا تدافع، يجعلون من انفسهم خدما لاسر اسلاميه، ويمارسون هذه السنه بكل لطف. وربما توجد بالصفحه تكسر الصفحه لانهم مبشرون من مسلمين فيفاجئون لذلك ويصبرون ثم يصبرون ثم يصبرون بسبيل ان يصلوا الى امانيهم هذا. قطعا يدخلون الكون، قطعا تطوف بهم الارض. والمبدا الذي يقوله الله: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد، سنه تكوينيه يخاطب الله بها كل مسلم وغير مسلم. لكن مع الاسف غير المسلم اتخذها سبيلا لباطله، والمسلمون قلما يتخذون ذلك سبيلا لحقه. ما الذي جعل هذه الفجوه الخندق بين المسلمين المنتجين وغيرهم؟ نقيض هذا الذي اوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمق ثم عمق ثم عمق هذه الفجوه بيننا وبينه، ثم انه ارسى الرواسب فوق الرواسب فوق الرواسب من الاحقاد والضغائن بسبب سراسه معاملتنا لهم باسم اننا مسلمين مسلمون وهم غير مسلمين او غير مسلمين، باسم اننا دعاه الى الله وهم منحرفون تائهون عن صراط الله عز وجل، عاملناهم معامله سيئه، ترسلت في قلوبهم سراسه الدنيا
أو كلمة تقول فيها كذا صلى الله وسلم على من علمنا حسن الخلق هو المستجيب لا المستجيب. والله أنا عندما أقف أمام مشاهد من سيرة رسول الله وقفت عندها مرارا وتكرارا منذ طفولتي منذ طفولتي مفروض أن أملني لكنني أعود إليها للمرة الأخرى تماما فأجد قلبي بمقدار ما يتأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم يتنزع ألما لبعدنا عن هذا الخلق لبعدنا عن هذا الخلق. عندما أجد المصطفى يرحل إلى الطائف سيرا على قدميه أكثر من 80 كيلو لا على أرض معبدة بل فوق رهاب وتضاريس من الأودية والجبال والصخور والأسواق إلى أن نصل إلى الطائف يدعوهم إلى الله فيقابلونه بالحق والإله والطر ثم لا يكتفون بهذا يحبون أطفالهم وفقهاءهم به ويرهنونه بالحجارة حتى تصبح أنفاق حتى من جسده ويصير الدم غزيرا من قدميه. والله أن بشر يعني يعجوز بالغزير معه للأرض ويصير ماذا كان موقفه من هؤلاء؟ ماذا كان من دعا عليه؟ هل كفى قليله منهم بكلمة الشيطان؟ هل أساء إليهم بغيبة أنفسه؟ اذكروا أيها الأخوة، هل فعل شيئا من هذا؟ كل ما في الأمر أنه وقف يستريح في بستان ابن ربيعة تحت الشجرة وقف المنازل يقول اللهم إليك أشكو لا تقول لكن النتيجة إن هؤلاء الناس مرت بهم فترة أسر فترة إذا فترة أن بأن هذا الإنسان يحب كيف يقابلون حبه بعدوان هذا الإنسان لطيف كيف يقابلون لطفه بذور هذا الإنسان يحب لهم الخير يغار على مصلحتهم كيف لا يبادلونه الأمر بمثله وكيف لا يقبلون نصحه ذهبت الشوائب والرعونات كما قال الله في الآية الثانية التي قلتها واستيقظوا واتجهوا بقبضهم وقبضهم إلى المدينة المنورة
ودخل مسجد رسول الله واعلموا جميعا الاسلام ورجعوا هداة تائبين مهتدين الى صراط الله عز وجل. فعل الرسول عاملهم كما نعامل نحن كدعاة الى دين الله فيما نزل. لو كانت معاملة الرسول مثل معاملتنا اليوم للضالين، أفكان متوقعا ان تدخل الهدى وتدخل الضوء؟ ومن الذي كان يتحمل وزرهم؟ نحن اليوم نتحمل اوزار التائهين والمنحرفين والضائعين. نحن اسال الله عز وجل ان يحررنا من حدود انفسنا، وان نضع انفسنا تحت اقدامه، وان نجعل حظنا الوحيد فيما نفعل ونذهب ونقول اتباع رضوان الله والتاسي بسيره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ان الرسول لما علم معاذا كيف يتدرج ذكره بالذكر وقال فانهم اجابوا لك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. هل انا بحاجه الى ان اتحدث عن هذه الصدقه؟ لست بحاجه اطلاقا من حيث التعريف بها، لكن من اركان الاسلام، لكن بمقدار ما هو ركن واضح واضح بدل من اركان الاسلام، بمقدار ما اننا بعيدون بعدا شديدا وشاسعا عن هذا. ولا أزال أذكر وأذكر بأن 5% فقط ممن تتوجب عليهم ضريبة الزكاة يدفعونها، وهذا القرار ليس مني وإنما من تجار في هذه البلدة يعرف بعضهم بعض. وأقسم الذين قالوا لي هذا الكلام أنهم غير مبالغين. ترى لو أن هذه الشعيرة في أركان الإسلام الخمسة كانت منفذة كما أمر الله بالنسبة للأولين، تبدأ من الأعلى من 10% وأنت لازم إلى 2%. إذا لوجدت أن الأموال وزعت توزيعا إسلاميا إنسانيا عادلا ولما رأيت التضاريس الطبقات المتفاوتة أو المتناقضة تهدد المجتمع من مجتمعاتنا. وماذا كان يدور هؤلاء الناس لو فعلوا ذلك؟ والله إن المال لا يزيد في أيديهم، وإن البركة لا تتضاعف، والبر لا يكبر ولا يخلف الموعد. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله هذا الكلام مثل دلالة على النادي. من الذي يقرض الله قرضا حسنا من هذا اللي عنده استعداد يعطيني قرض واحد يعطي 10 والباقي بنجي؟ لكن الله أقام كله على هذا الأثر، جعل الناس متضامنين متكافرين تلك الشرعة، فإن لم ينفذوا الشرعة حاقت بهم سنن الله التقوي. السنن التشريعية تنال أمانا لسنن الله التشريعية. كلام في عجيب الإنسان الذي لا يعلم هذا الكلام مثله في حق نفسه في حق نفسه. عندما لا نطبق شريعة الله بهذا الشكل تتفاوت الطبقات تفاوتا يهدد بعضها بعضا. هذا كامل مكان التشريعية أم التكوينية؟ التكوينية ما لها علاقة بالتشريع، هذا واقع بفرق هذا. كي يستشرع هذا الواقع شاع الهدف وشاعت الضغير، وإذا شاع هذا تفسدت العلاقات الاجتماعية وآلت الأنفة إلى عدوى، ثم إن المجتمع يتمزق ويأكل الخير من هذا. هذه سنة تكوينية لا يمكن أن يقع فيها شذوذ. ما سمام الأمان ضدها؟ السنن التشريعية. ممكن أن
يدفع الضريبة التي كلفنا الله عز وجل بها. يزيد المالك ويتآلف مجتمعك وتزول التضاريس التي تعبد هذا المجتمع وينتهي الأمر إلى وقته. مجتمعات أيضا بمجتمعاتنا نحن لا تطبق هذا إلا على النادر النادر جدا. ولا أستطيع أن أقول أكثر من مثل الحكم واضح بدهي ونحن بمقدار ما هو بدهي معروف. ولذلك فلننتظر في حق أنفسنا سنن الله التكوين. والرسول يقول: وما حبس قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم الفقر. فقرتي وأنا أن تنتظر هذه مقابلتك تخلص حق الله في ذنبك أو صندوقك يحبس الله رحمته عنك في صندوقك. وترى الكلام هذا لا يرعب، لا يرعب الغبي، أما العاقل ولو كان ملحد الواقع الذي نمر به يرعب الفرائض. أرأيتم لو أن عامنا، لو أن شتاءنا هذه جاءت كشتاء العام الماضي، إلى أين سيؤول حالنا؟ إلى أين ستنتهي مياهنا التي تبتعد عنا الآن شيئا فشيئا؟ الآن ننظر إلى الماء على أنه شيء نجاح كثير لا قيمة له، لكن سياسيا تجدون فيه أن هذه الكأس من الماء تساوي أموالا طائلة لا تقدر بقدر، لأن هذه الكأس تساوي الحياة، لكن كثرة الماء في هذه المعادلة الحقيقية. ألا تلاحظون أيها الإخوة برد الذي قال ما كان يتعنى به الشعراء، برد في أنهاره لا في أنهره وصحافيه. يستطيع الناس أن يجلسون في داخله فيتنزهوا، ولا بكرة القدم في داخل ينبوع البرد. هل تصور هذا؟ ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ مؤسستان على ضفتين من ضفاف بردة، في كل منها كان المؤسستين ما يغضب الرب غضبا لا ينتهي. الفندق الذي عن يمين، الفندق الذي عن يمين، تصوروا كل ما يجري في هذا الفندق يذهب. ثم تصور الطعام الذي يلقى من الأسواق، لأن الذين يغشون هذا الفندق أيضا لابد أن يتمتعوا بالتقاليد التي لا تزال الكرامة ولا تشير إلى الكبرياء. لابد أن تبقى بقية الطبق بعد الطعام، ولا بد ان تكون هذه البقيه اكثر مما اتى. ثم لا بد ان يكون هذا الاكل وهو ينظر الى هذه البقيه بازدراء. ما الذي يحتاج الى الان كذا؟ نعم، الى ما تؤول هذه الاتباع؟ الى الاتبار. هذا الفندق وذاك يحيطان بنعمة إلهية كبرى هي نهر بردة. إلى ما آلت هذه النعمة؟ العاقل يعلم ويربط بين السبب والمسبب. يرجو أن نقول، وأنا أقول من منطلق الحب والله، لهؤلاء الإخوة: هل إن أردنا الله كلفنا الله ناصرا في بيوتنا؟ الله عز وجل إذا رآنا منه بساعة من الضعف ربما يكفر، ولكن لا نتخذن من النار وسيلة استكبار ونتبجح بهذا المجرى. نعم، ونجعل الليالي العجيبة الغريبة المتتالية، نعم، في هذا المكان وذاك على نحو ينسينا أن لنا ربا ونحن عباده،
أنا والله أعلم الإنسان معصي، لكن الإنسان لما يبتلى وينظر كثر المعصية بيكون يظن نفسه بأعمق أعماق ذاته بحال يعني ناس ما تشوفه، وبعدين على هذا بيصير يقبل من الله يا رب لا تأخذني يا رب ما خلتك إذا خلتك استخفافا بعذاب بأمرك ولا استهانة بعذابك ولا كل سابقة سبق بها عينك يبكي. هذا الأمر لماذا لا نعتبر بغيرنا؟ لماذا لا نعلم أن سنة الله سبحانه وتعالى ماضية في حقنا؟ لا زكاة عندها ولا عند حدود الله عز وجل في شكر نعمه ولا أحزننا عما يغضب الله عز وجل في روائنا. عندما ابتلينا بالمعصية لم نستطع، ولو أننا استترنا وتغمدتنا رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة هل هنالك من يتنبه إلى العلاقة بين عقلنا المؤسستين الهدين البنائين والنعمة التي تسير بينهما، وكيف أن هذه النعمة نضبت؟ تصور الآن نحن في شهر العاشر، نحن في الخريف، وتصور الجو الذي يبعث الرغبة في القلوب حرا أشد من حر أيام السنة. ماذا لو أن الله ابتلانا بشتاء الجار؟ من أين نستطيع أن نعيش حياة لا أكون كريمة، حياة كريمة أو غير كريمة؟ أبدا ما في شيء. ولو تبين وبين تلك المصيبة إلا قضاء الله عز وجل، فأنا لله أدعو كل أب بالحب وبفارق من الغيرة كل ما أسرى واحدة في هذه البلدة أن نبث دعوة فيما بيننا وفي تلك الأسر التي تسمى المجملية التي ستتحول إلى جرثومة تسكت في هذه البلدة كلها إن بقيت على هذه الحال. أسأل الله أن يهيئ من ينشر دعوة هذه إلى تلك الأسر كلها أن نتوب إلى الله وأن نغير من معاملتنا مع الله وأن ننهي هذه الليالي التي تثير غضب الله عز وجل، وأن نشكر الله عندما نأكل طبق الطعام إذا وضعنا فيه طعاما ينبغي أن نضع فيه قدر استطاعتنا قدر استطاعتنا، إذا زاد منا شيء فهو طعام طيب فهو ما ينبغي إطلاقا أن يلقى بين الكمامة بشكل من الأشكال واقع. ولكن عزائي أيضا في وجه مقابل والله أقربتني كلمة لا تزال نسيتها تفوز في ذهني، كنت على مائدة فتاة عند أحد المسؤولين كبار، كان الطعام كثيرا ووضعت في الأطباق أطعمة كثيرة أيضا، إن أكثر كانوا لم يستطيعوا أن ينهوا هذا الطعام في أطباقه، فقلت من ذا الذي سيأكل هذا الطعام الذي زاد عن الأمام؟ فقال المسؤول الذي دعينا إلى مكانه، قال اطمئن هذا الطعام كله سينفع عن آخره ولسوف يؤكل كله، ونحن ممن يقدر نعمة الله سبحانه وتعالى. ثم قام وهو يثني على الله قائلا الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. قلت في نفسي ليت أن هذا الإنسان كان نموذجا لكل الآخرين، لو أن 50% كان على هذا المستوى لرحمه الله سبحانه وتعالى، لكن كم هم الذين يسيرون على هذا المنوال؟ فعلوا شيء أكبر وموقف كرمي جدا، لأن ما كان موقف لا هو شيخ الرجل ولا هو يعني بحسب الظاهر ملتزم بالإسلام تماما، ولكن هذا كان شأنه
وهكذا ينبغي ان يكون حالنا. تقولها انا لا اعلم الغيب ولكن اعلم ثمن الله في الكون. وطالما قرات كتاب الله وانا استشك منه ثمنا انا اعلم ثمن الله واعلم ان ثمن الله لا تتكلم. تقول امن جوز لان لم نرى في بلدنا هذا ونطلب الى الله ونصطلح معه ونصلح ليالينا قدر المستطاع ونجعل لأهلنا إلا المستطاع القضاء عليهم وخبرا في أعمال بيوتنا وإن لم نشكر الله على نعمه برعايتها والمحافظة عليها فلسوف تجدون أن شدة ستأخذ بالغلاسل في هذه الأرض وهذا شيء قريب ولن يكون بوثائق بل برسول ربانيه فهل عسيتم ان تصطلحوا مع الله وان تبلغوا كلمتي هذه لمن تستطيعون ان تبلغوها من اهل هذه الدار دار الشام هذه البلد ورسول الله يقول لفاطمه رضي الله عنها اكرمني جوار نعم الله فإن هذه النعمة إن ذهبت لم تعد. أكرمي جوار نفسك التسبيح، شبع النعمة التي أغبطها الله عليك بها، بس يعني نعمة جار غير مسلم، أنت مكلف بحسن معاملته، برعايته، بكرامه، حتى لو كان غير مسلم. فكيف وهي نعمة أغبطها الله عليك لم تملكها ولا تملكها؟ جعلها الله بجوارك يأخذها منك عندما يشاء. أكرمها أكرمها وإكرامها هو شكر هذه النعمة. إن فعلت زادك الله منك وإن لم تفعل واستمر بك الأمر على هذه الحال استلبها.